ونحن نتحدث عن المهن القديمة أو الأكلات الشعبية الجميلة، نتحدث عن غزل البنات وكيفية عمل غزل البنات أو كما يقال بالشعبي شعر البنات. وهذا المكان مكان نظيف به شهادة صحية. المكونات ايه يا فندم؟ سكر. السكر ايوه. فانيليا. يبقى سكر وفانيليا. بس فانيليا بسيطة جدا. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. نرجع نعملها في الكيس كده. ايوه يا فندم. احنا تربينا على يعني غزل البنات او كما يقال بالعامية شعر البنات. هو من الحاجات المحببة للأطفال، يعني كنا أطفال من الحاجات المحببة جدا. الناس اللي هي بتقول لك بينفخوا في الكيس وما بيحطوها. لا لا يا فندم لا. أنت راجل معاك شهادة صحية ومنضبط. بيتقفل إزاي؟ بص. أيوه يا فندم. اعمله كده. كده. لا أنت راجل تمام 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 تمام. لا يا فندم لا لا لا. ربنا يعزك ويبارك فيك. جميل جميل قوي. طريقة عمل غزل البنات كما نشاهد حاجة جميلة جدا. في طبعا هو بيعمل عبوات في أكياس صحية أو بيعمل على ال أنت بتسميه إيه سيادتك دي؟ شلمو. جميل جميل. بسم الله ما شاء الله يا رب يعزك. الراجل بيع المنتج نظيف معه شهادة صحية يقف في مدينة المنصورة. شكرا يا فندم. صورك انت بقى وانت بتاكل وانت بتاكل الهواء. انت شقي. ربنا يعز ربنا يعز سيادتك. طبعا ده اهداء من حضرتك فبنشكرك. شكرا يا فندم. شكرا شكرا.